كابتن عادل، سيناريو غريب جدا شفناه وعشناه الشوط الثاني، بدايه من هدف مبكر لبيراميدز وبعدين رجوع النادي الاهلي مباشره للمباراه وحسين الشحات احرز هدف، وبعدين سيطره ميدانيه بالكامل للنادي الاهلي وتيجي ضربه جزاء وبعدين تضيع ضربه جزاء تجيب جول، والكل خلاص كان مستني ان انت تزود الغل، ولكن طيب تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. خلينا نتكلم في ثلاث نقاط. اول حاجه اللي يضيع يلاقي، دي كره القدم، هتضيع اجوان هيدخل فيك اجوان، مش هتجيب هيدخل فيك، ده دي قاعده كل الناس شغاله بيها والعالم كله شغال بيها. لما يجي لك فرصه انك انت تستغل الفرص، انك انت تكسب واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، عشان لما يرجعوا بهدف زي ده يبقى النتيجه اربعه، النتيجه ثلاثه واحد. فاحنا اخطانا في الموضوع ده، ده رقم واحد النقطه الاولى. الحاجه الثانيه، لما احنا بنتكلم دايما على خبرات لعيبه النادي الاهلي، لما توصل 2-1 ومطرود من بيراميدز 1 وفاضل 10 دقايق والمفترض انك انت تتحكم في الجيم، ما بقاش فيه هجمه خالص لفرقه بيراميدز، انت لعبت وهم لعبوا، الجيم كان فيه انفلات تكتيكي شويه في اخر 10 دقايق، دي حقيقه يعني. هجمه ليك ضيعها وهجمه لبيراميدز، المفترض ان هم بيلعبوا 10، في اخر 10 دقايق انت تخنقهم بالباص والتحرك فقط لا غير، امسك الكوره واشتغل باص، بس فين؟ في المنطقه المتوسطه مش في المنطقه اللي ورا. ده احنا بنقول للولاد الصغيرين لو في بنعلمهم في بدايه الكوره، نقول لهم التلت الاولاني نو ريسك، مفيش ريسك في الكوره. انا بقول انقل، انقل، لكن ارجع الكوره بالشكل ده وفاضل دقيقه واحده، دي واحد. اتنين، الشناوي فكر في حاجتين وهو الكوره جايه، عايز يسند وعايز يشيل، بس احنا مش عايزين نعمل الشناوي برضو، خلي بالك شالنا في اوقات كتير جدا، يعني خطا من الوارد حدوثه. يا كابتن انا مش بتكلم على خطا للشناوي، انا بقول لك على السيناريو اللي المفروض ما يقعش فيه لعيبه كبار. احنا خلينا نبقى منطقيين، لازم نقول اخطانا علشان نتعلم منها. اول حاجه اللي انا عاوز اقوله النهارده، انت المفترض لما جبت الجون الثاني كان لازم يبقى عندك انضباط تكتيكي في الملعب. ايه هو الانضباط التكتيكي في الملعب؟ انك تقف وتلعب على المرتده رغم ان هم ناقصين، هم مش هيجولك لان هم ناقصين ومش قادرين، لكن انت فتحت الملعب زي ما هم فاتحين الملعب فجرتهم، لا انت خلاص خدت الثلاثه بوم، تقف بقى تشتغل في التمركز، هتجيب جون والتاني والتالت. اخر نقطه علشان نتفق ان الكره فيها بدلك ومش يومك، انك انت ضيعت بنالتي وبعدين الكره الاخيره بتاعت صلاح، طيب ما الكره الاخيره بتاعت صلاح لو كانت دخلت كانت النتيجه تبقى، لكن هو دي الكوره، لو صلاح حطها لواحد، الكابتن شريف كان بيتكلم لو حطها لواحد جنبه هيحطها اسهل. صلاح ولا محمد شريف؟ او شريف كان محمد شريف في العارضه، في العارضه ولا بتتكلم في العارضه؟ في العارضه محمد شريف. لكن في الاخر وفي بتاع صلاح اللي عملها له كهربا، صلاح اللي عملها له كهربا، ما احنا قلنا هتضيع هتلاقي، خلاص كره القدم كده. المفترض انك انت الاهلي اللي لما بيجي له فرصه يضغط لازم كان يضغط، لان الوقت اللي زي ده خلاص ما جبتش جون تاني، العب من غير ريسك بقى، ما تعمليش ريسك ورا، العب اللعب الايجابي الامامي. دايما بيقول لك يا كابتن حافظ على كورتك في النص الهجومي، لما النص الهجومي هتحافظ على كورتك فيه الناحيه الدفاعيه تنضبط بتاعتك، لكن انت رايح هجمه وراجع عليك هجمه اخر 10 دقائق، مش كده، مش فرقه ناقص منها واحد يعني، المفترض كنا ثابتنا وقفنا كويس وتحركنا، لكن خلاص خلص الموضوع، انت في سباق دوري زي ما احنا بنتكلم، ضاع منك بونتين. انا النهارده بقول بطعم الخساره، يعني التعادل بطعم الخساره، انا ده وجهه نظري، لان كان في المتناول الثلاثه بونت، وفي المتناول انك تكسب بيراميدز رقم كبير من الاهداف، لكن خلاص انتهى الموضوع، فكر في اللي جاي، انت كل ثلاث ايام عندك مباراه، لازم تبقى ايجابي، اللعيبه تتعلم لما تبقى عندها الفرصه ان تجيب جون تجيب واحد واثنين وثلاثه علشان تقدر يبقى عندها رصيد عشان تخرج من المباريات وتدافع كويس وتهاجم كويس.